بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معكم شرح أوامر 3D أوتوكاد، والنهاردة هتكلم عن سيرفس تريم. سيرفس تريم موجودة عندي في هنا، عندي المنيو بار اللي فوق عندي في سيرفس بنبص عليها بالشكل ده كده، وبعدين تريم وفي ان تريم. الأول اللي هنعمل تريم، أنا عندي سطح زي ما شايفين اللي هو شكل الدايره ده، ومرسوم في داخله دايره احنا هنشوفها شيدد عشان تبلي اهو ده السطح، وانا رسمه دايره على السطح ده، وانا عايزه اعمل تريم للدايره اللي جوه، اشيل الجزء اللي جوه ده. اعمل الكلام ده ازاي؟ هروح على تريم واختار السطح بتاعي الاول، وبعدين ادوس باليمين الماوس انتر، وبعدين اختار الدايره، وبعدين ادوس انتر. بيقول لي سيلكت تو تريم اندو، انا هدوس عليها كده على طول شال لي الجزء اللي جوه. لو انا قلت له اندو هرجعه لي تاني، تمام؟ طب انا هدوس عليه كده انا شلته، يبقى ده امر تريم، امر سهل جدا. طيب لو انا جيت عندي هنا ورسمت سطح بالشكل ده كده، وجيت عملت اس بي لاين مثلا كده، وقلت له تريم، اخترت السطح، وبعدين دوست بيمين الماوس انتر، وبعدين اخترت الاس بي لاين، وبعدين انتر. بيقول لي سيلكت اريا تو تريم، برضو اختار الاريا اللي انا عايزاها، فانا هختار الاريا دي، تمام؟ لو مش عايز الاريا دي عايزه التانية، هاجي اقول له اندو بالشكل ده واختار التاني، وادوس بيمين الماوس انتر. لو انا جيت شلت ده كده اهو الخط اللي انا ده مش عايزاه، عمل لي تريم للسطح زي ما احنا شايفين كده. لو انا بقى عايزه اعمل له ان تريم، هروح على ان تريم هنا واختار الخط او الاس بي لاين بتاعي ده، وادوس بيمين الماوس انتر، رجع لي السطح زي ما كان. نفس الكلام هنا، لو انا عايزه اعمل له ان تريم باجي اهو، وبعدين بختار الدايرة، وبعدين بقول له يمين الماوس انتر، بيرجعهولي تاني زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا اتعلمنا النهارده امر تريم وان تريم في برنامج الاوتوكاد. كده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.